ايها الاخوة الاحباب، التلاوة الان لابعد القراء الينا سفرا الان من قصاصين الشرق، نعم من محافظة الشرقية، وهو حظه من الاسماء مأذون، وانا مأذون بمحاسبته، القارئ الشيخ احمد عبد الفتاح المأذون قصاصين الشرق محافظة الشرقية، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
حسنا وثلاث ورباع ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله إذا حضر القسمة أولو القربى أولو القربى واليتامى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى Oh,
اسمع كلامي بالصلاة على النبي المغرب كده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله النساء. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الفتاح المأذون، وانا برؤياه وكوفيته الحمرة سعيد وممنون، وصوته ندي وفي ادائه شجون، ابن قصاصين الشرق مركز الحسينية. نشكر الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم والدنا الحاج احمد ابو سلامة والاستاذ السيد احمد ابو سلامة وفضيلة شيخ صلاح احمد سلامة والاستاذ عدلي والاستاذ حسام، وباسم الحاج السيد عبد الباري الاستاذ السيد عبد الباري والاستاذ رضا عبد الباري واولاد المرحوم الحاج سعيد عبد الباري. ايها الاخوة، فراشتنا الكبرى والانارة حد السيد فتح العباسي بالقرين، هندستنا الاذاعية حد السيد ابو سالم ومحمد عزت. مقدم ضيافتنا الليلة رمضة البوفيهات بالجمهورية حد مصطفى السيد علي، واشكر لتلميذي الحبيب الحاج محمود ابو صابر، كما اشكر ايضا لعمدة مصور الحفلات القرآنية مخرجنا ناصر صلاح. الشكر ايضا لمن اتوا اثناء التلاوة، السيد المستشار احمد بيك عبد السلام، الشيخ عبد المنعم العسوي، شيخ محمود البهتيمي، شيخ اسامة الزهيري، كذلك الشيخ صالح العزازي، كما اشكر سيدنا الشيخ احمد عبد الفتاح، سيدنا الشيخ رشاد، الشيخ احمد عبد الفتاح ابن ابو حماد، كما اشكر ايضا للقارئ العلم والاذاعي الكبير شيخ حسين عبد الجواد ابن انشاص الرمل. اشكر الى فضيلته والى حضراتكم جميعا.